لعن اناس، هل يجوز لعن اناس ميتين كانوا قد تسببوا في قتل كثير من المسلمين وفي الإهانة للدين الإسلامي، وآخرون لا يزالون على قيد الحياة من شاكلته، هل يجوز لعنهم؟ إذا كان هؤلاء الذي ورد السؤال في حقهم هل يجوز لعنهم، يجب أن تدرس المسألة دراسة دقيقة جدا، هل هم تسببوا بقتل جماعة من المسلمين بقصد سيء، فحينئذ الجواب يجوز. أما إن كان ذلك خطأ منهم فلا يجوز، ولعن المجرم في الإسلام أمر جائز خلاف لما يظن بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا شهرا كاملا على المشركين الذين غدروا بالقراء 70 من الصحابة الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فقتلوهم جميعا 70 من علماء الصحابة وقرائهم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في القنوت، ثم نزل في حقه في حقهم قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو نعم شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انكشف سر نزول هذه الآية بعد مدة، فقد جاء أولئك المشركون تائبين إلى الله عز وجل، فليس في الحديث الصحيح دليل على منع الدعاء على أعيان معينين من المشركين، لأن سبب نزول هذه الآية أنه كان سبق في علم الله عز وجل أن أولئك المشركين الذين قتلوا 70 من قراء الصحابة سبق في علم الله عز وجل أنهم سيؤمنون بالله ورسوله ويكونون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أو في هذه الصورة جاء الحديث الصحيح إن الله عز وجل لا يعجب من قاتل يقتل مسلما ثم يسلم القاتل فيدخلان معا الجنة، الكافر يقتل مسلما فمصيره النار بطبيعة الحال، لكن هذا الكافر يؤمن بالله ورسوله والتوبة والإسلام يجب ما قبله، فإذا هذا القاتل يدخل مع المقتول كلاهما جنة. إخوانا على سرر متقابلين، لهذا نستطيع أن نتخذ هذا الحديث في لعن الرسول عليه السلام لأخوان معينين قتلوا طائفة كبيرة من المسلمين أنه دليل على جواز لعن الكافر بعينه، بل يجوز لعن المجرم المعروف بإسلامه، قد يكون منافقا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وقد يكون يبطن الإسلام أيضا ولكن إيمانه بدينه ليس قويا، ولذلك يقع منه معاصي وذنوب كبيرة، من ذلك أن يقتل نفسا مؤمنا متعمدا.
فهذا المسلم الذي يرتكب معصية من المعاصي لا سيما اذا كان مصر على ذلك وليست زلة قدم منه فهذا ايضا يجوز في الاسلام لعنه كما جاء في ذلك حديث صحيح وفي من هو اهون من قاتل النفس المسلمة. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن أبي داود السجستاني وغيرهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني فقال له عليه السلام اخرج متاعك فاجعله في قارعة الطريق. فكان الناس يمرون والمتاع الملقى في الطريق يلفت نظرهم ورجل واقف بجانب متاعه يشعرهم بانه كأنه احدا اخرجه من داره وطرده منه فيقولون له ما لك يا فلان؟ قال جاري هذا ظلمني. فما يكون منهم الا ان يسبوه ويقولون قاتله الله لعنه الله. والظالم يسمع باذنيه مسبة الناس ولعن الناس له. فكان ذلك اقوى رادع له عن ظلمه لانه سار الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله مر جاري بان يعيد متاعه الى داره فقد لعنني الناس. فكان جوابه عليه الصلاه والسلام لقد لعنك من في السماء قبل ان يلعنك من في الارض. الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الناس الذين لعنوا هذا الظالم وما انكر ذلك عليهم حينما وصله خبرهم من هذا الظالم حين قال لعنني الناس. ومن اجل ذلك يقول علماء الاصول ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ثلاث اقسام: سنة قولية من كلامه، وسنة فعلية يفعلها الرسول عليه السلام من اصحابه، او تقريره يرى شيئا فلا ينكره فيصبح هذا الشيء جائزا في اقل احواله. ومن هنا حينما رأينا في هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اولئك الناس الذين لعنوا الظالم بل اقرهم على ذلك، صار الحديث دليلا على جواز لعن شخص بعينه بسبب جرم يرتكبه بحق اخيه المسلم. وقد يكون الجرم اعظم اذا كان فيه دعاية لجرمه الذي هو واقع فيه. وعلى ذلك جاء الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس لم أرهما بعد: رجال في أيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. زاد في حديث آخر إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة إن ريح الجنة توجد من مسيرة 100 عام. مع ذلك هذا الجنس من النساء المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. لهذا يجوز لعن الكافر بل والفاسق من باب تأديبه، سواء كان ذلك في وجهه أو في غيبته. من أجل هذا جمع بعض العلماء ست خصال يجوز للمسلم أن يستغيب بها من تمثل في هذه الخصال. فقال الشاعر الفقيه: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرخ ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. تعلمون جميعا أن الغيبة محرمة أشد التحريم بالكتاب والسنة، وأن تعريفها أو صفة الغيبة كما قال عليه السلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن قلت ما فيه فقد اغتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته. فالبهتان بلا شك جرم عظيم. هذه الغيبة وهي أن تذكر أخاك المسلم بما فيه حرام. نعم بما يكره، نعم صح، إلا في هذه الخصال الست، وهي قال: متظلم، رجل مظلوم فهو يذكر ظالمه بظلامته كما سبق في الحديث السابق كيف شكاه للنبي. فواضح جدا أن ذهابه للرسول وقوله في فلان ظلمني هذه غيبة، ووصفه بما فيه هذه غيبة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهره ولا نهاه وما قال له هذه غيبة، لأن هذه ليست من الغيبة المحرمة، لأن مقصود الرجل كان أن ذكر ذلك ليصل إلى رفع الظلم عنه. وهذا أيضا مؤيد في القرآن الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما ظلم. هذا القسم الأول ممن، نعم، هذا القسم الأول مما يحل استغابته، وهو المظلوم يستغيب ظالمه. وعلى هذا أيضا جاء قوله عليه السلام: مطل الغني ظلم. فرجل له عند آخر ذمة، دين، مال أقربه إياه لوجه الله، ثم هو يماطل المحسن إليه وهو قادر
عن الوفاء فلا يفعل، فهو ظالم فيجوز استجابته. وقد جاء الحديث صريحا في جنسه ألا وهو قول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني الطعن فيه، لأن يقول فلان ظالم، فلان أكل حقي، ولا يتبادرن إلى ذهن أحد أن المقصود بالعرض هنا أن ينال من عرض أهله، حاشا، وإنما أن ينال من عرض هذا الظالم وفي حدود ظلمه إياه. لي الواجد يحل عرضه وقوته، هذا المتظلم. والثاني متظلم ومعرف، هذه مسألة هامة جدا، لأن كثيرا من الناس بجهلهم يوجدون مشاكل تورعا باردا منهم. معرف، يأتي إنسان إليك وأنت مسلم طيب ما تحب أن تعصي الله ورسوله، يسألك: شو رأيك يا فلان، فلان أبو فلان، تعرف أنت جيدا وهو يريد أن يشاركني، شو بتنصحني؟ شاركه ولا لا؟ وهو يعلم ما هو خائن. في تجارب سابقة مع بعض الناس أكل أموالهم وما يتكلم بما يعرفه فيه، ويقول كلمه معتاده: في بعض البلاد كل الناس خير مني، كل الناس فيهم خير وبركه، ولا بركه فيه لانه هو خائن. لماذا؟ بيقول هاي غيبه، هذا ما بيجوز. لكن جهل ان الغيبه من هذا النوع ليس فقط يجوز بل يجب، لأن الدين النصيحة. كذلك من هذا القبيل وربما يكون أخطر، يأتيك الرجل يريد أن يخطب بنت جارك: يا فلان شو رأيك ببنت فلان؟ كمان بيأتي الجواب التقليدي: والله كل الناس فيهم خير وبركة. وهو بيعرف لا سمح الله من البنت أنها شاردة وأنها فلساني تروح تيجي وأشكال وألوان. الواجب على هذا الجار أن يحكي ما يعلم، وليس هذا من الغيبة في شيء أبدا، لأنه إذا لم يحكي الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والبركة. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين بخير من الله. العيال جميعا بخير. الحمد لله كلهم بخير. الحمد لله. أستاذي. نعم. في عندنا أكمل سؤال بعد إذنك.